الله لا آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الصائمون المؤمنون إنما كنتم، تحية قرآنية إيمانية نزفها إليكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مزامير داود. نجلس نتلو كتاب الله ونجوده في جلسة قرآنية يشارك فيها اليوم شباب حدثاء السن لكنهم مع ذلك قراء. على اليمين القارئ السالك للشيخ، وهذا قارئ صاعد ربما تعرفونه في هذا الموسم وقد أتى على المرتبة الأولى في المسابقة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. مرحبا بك قارئا ومشاركا معنا في هذه الحلقة، ونعلم أنك في درجة متقدمة من المسابقة التي تنظمها إذاعة القرآن الكريم. أيضا على اليمين معي محمد المصطفى للطلبة، وهو أيضا من الشباب الذين يؤمون التراويح هذا رمضان في أحد مساجد العاصمة. معنا أيضا القارئ الذي تعرفونه جيدا وكلنا يستعذب صوته ويحب أن يستمع إلى تلاوته، وهو القارئ الكبير وإن كان شابا عثمان كان. مرحبا بك معنا. أيضا معي شاب آخر مجاز في القرآن الكريم، وهو أيضا من أهل هذا الفن، وهو يصلي التراويح أيضا هذه الأيام في بعض مساجد العاصمة، وهو الشاب محمد المرابط. مرحبا بك معنا. إذا في مستهل هذه الحلقة التي نود من السادة المشاركين من السادة المشاهدين أن يشاركوا معنا في مجمل فقراتها، نفتتح هذه التلاوة هذه الحلقة بتلاوة نستمع إليها مع محمد. تفضل مع السالك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أحمد المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله فيك في الاقتراب بالرواية قالوا. نعم. إذا الشيخ عثمان نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. توكلنا على الله. إذا تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أنت كنت تقرأ بأي رواية؟ قالوا بارك الله فيكم. ما شاء الله أنتم الشباب بدونكم من المجيدين. أحب أن يسمع منكم الشباب الذي يشاهدون الآن وأهل القرآن بشكل عام كيف بلغتم إلى هذه الدرجة وكيف نحسن الأداء في بالقرآن الكريم خاصة وأننا نحن الآن في شهر وفرصة أن نعيش مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين.
وبعد فإن الله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر. لابد أن يعلم كل أحد أن هذا القرآن العظيم ميسر، يسره الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن القرآن ميسرا لما حفظه أحد. وهذه الحقيقة عندما ينطلق منها الإنسان سيكون قدم شوطا، وهو شوط الإيمان. هنا هو يؤمن، هنا أنه يتجه إلى أمر ميسور، وبالتالي يكون من الناحية النفسية تقدم شوطا في هذه المسألة. وبالتالي عندما ينطلق ويأتي لكي يتعلم القرآن ينبغي أن يضع جدولة زمنية يحدد آيات يحفظها يوميا، 10 آيات، 15 آية، 20 آية يحفظها يوميا. وهذه الآيات إذا حفظها يوميا ينبغي أن يكررها ليلا، يحفظ مثلا صباحا ويكرر بعد المغرب، يحفظ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، يكرر بعد صلاة المغرب إلى العشاء مثلا. إذا وضع جدولا يوميا يفعل كل يوم هذه الطريقة إن شاء الله سيكون الأمر يسير. وبالتالي إذا جمع بهذه الطريقة جزءا أو نصف جزء، حزب مثلا، إذا جمع حزبا ينبغي له أن يعرضه على شخص من أهل الأداء ويستعين خلال حفظه للقرآن بالأشرطة، يعني التسجيلات القرآنية المسجلة من كبار القراء، وخصوصا المصاحف الحديثة التي تسمى المصحف، منها يسمى المصحف المعلم، المصحف الذي يكون فيه القارئ يقرأ آية ومعه طفل مثلا يقرأ نفس الآية. ينبغي أن يكون المتعلم للقرآن هو الطفل الثالث بعد الطفل الثاني يقرأها أيضا. وبالتالي إذا فعل هذا مع ما يحفظ إن شاء الله سيكون حفظه سليم من الأخطاء التي قل من سلم منها، حتى أولئك المجازون، بعض الطلاب عنده الإجازة لكن يعرف الأحكام، لكن هذه المعرفة معرفة نظرية ليست معرفة تطبيقية، لأنه مر عليه الزمن وهو لم يطبق الأحكام التجويدية النظرية. وبالتالي إذا تعلم الأحكام، إذا حفظ القرآن بهذه الطريقة التي يسمع القارئ يجود الآيات ويخرج كل حرف من مخرجه ويعطيه صفته، سيكون إن شاء الله من أهل الأداء. والتجويد ليس صعب، إنما هو أمر تطبيقي رياضي، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ومن الخطأ ترك التجويد، لأن التجويد أمر الله تبارك وتعالى به، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأهل هذا العصر كما قال الناظم يقرؤون بغير تجويد ولا يدرون أن القصور عنه جهل وخطأ، ومن أجازه افترى وخلط، أي افترى على الله كذبا وخلط الحق بالباطل، لأنه قد يقرأ آية صحيحة لكن سيقرأ آية أيضا غير صحيحة. بارك الله فيك، حقيقة لقد زرعت الأمل في قلوب، في نفوس كثير من الناس الذين يظنون أنهم من العصي عليهم أن يحفظوا كتاب الله، لكن بشرتهم وذكرتهم بقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله ويمضون في هذا الكتاب. إذن أنت هل لديك من إشارات؟ وسؤالنا دائما هو كيف نحفظ ونحسن الأداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الكتاب يسر الله سبحانه وتعالى حفظه، ويسر الله سبحانه وتعالى تلاوته،
ونقول للذين يريدون أن يحفظوا القرآن أن يمضوا في حفظ القرآن. فتجد الشاب مثلا يقول أنه يحب أن يحفظ القرآن لكن لا يعمل برنامجا ولا يعمل الأهداف ولا يعمل الوسائل التي توصله إلى حفظ كتاب الله تعالى. فشرط النهايات تصحيح البدايات وفاقد الشرط المشروط الآيات. فليكي ما تحفظ القرآن لابد أن تعقد النية على حفظ كتاب الله تعالى. ثانيا نصحوا الشباب الذين يريدون حفظ القرآن الكريم أن الواحد منهم إذا أراد حفظ القرآن أن يركز على رواية واحدة ومصحف واحد. فهذه العين تعتبر كالكاميرا الملتقطة كالعين العدسة، فهي تعتبر مصورة، تصور تختزن كل ما رأته في صفحة المصحف تختزنه في ذهن. فإذا خلط القارئ على نفسه من مصحفين مثلا مرة يقرأ بمصحف رواية قالون ومرة لورش ومرة لحفص، فتجد كثير من القراء هكذا يختلط عليهم الرواية. فنصح القارئ أو نصح الذي يريد حفظ القرآن أولا أن يقرأ برواية واحدة حتى يتم حفظ كتاب الله تعالى بها. ثانيا هنالك شرط أساس لحفظ كتاب الله تعالى وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حفظ كتاب الله تعالى. ثالثا القرآن لكي ما يحفظه الإنسان لا بد أن يكرره، وأن الإنسان يجمل مع تكرار كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد به تجملا. فكثير من الناس في بداية عمره وفي صغره يحفظ القرآن الكريم لكن سرعان ما يسكت سرعان ما هو أشد تفلة من الإبل في عقولها، سرعان ما يسكت عن كتاب الله تعالى. ولذلك تجدون أن الذين يقرؤون القرآن في صغرهم ويحافظون عليه في الكبر يكون القرآن عليهم يحفظونه حفظا متقنا، لكن الذين حفظوا القرآن في صغرهم وضيعوه لا بد سبحان الله سيندمون وستفوتهم. إذا كان بأبسط المشاهدين معي على الهاتف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إذن خلاص يبدو أن لم تتم المكالمة. إذن نفس السؤال أنت انطلاقا من تجربتك ما شاء الله الجميلة والمفيدة، وكنت قد تحدثت معنا سابقا الحمد لله في هذه القضايا، كيف نحفظ كتاب الله؟ الحمد لله رب العالمين، وأشكر السادة القراء الموجودين معي في هذه الطاولة وأدعو الله لهم بالسلامة والعافية والحفظ وتطبيق لكتاب الله عز وجل. وأنا أول شيء أوجهه إلى الشباب وإلى الحافظين لكتاب الله عز وجل من أن يتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى، لأن من أسلوب تقوية الحفظ. اسمح لي أقاطعك هنا، تفضل أخي، تفضل إذا كان معي بعض السادة المشاهدين، تفضل نحن في الاستماع إليك. حي الله شيخ، كيف حالك؟ مرحبا بك يا أخي، تفضل يا أخي. حياكم الله. حياك الله أيضا. نبدأ. تفضل ابدأ. من أين نبدأ أستاذ؟ من أين توقفنا؟ قد كفر الذين قالوا. رفع صوت قليل. لقد كفر الذين قالوا. لقد كفر الذين قالوا. ارفع الصوت قليلا. لقد كفر الذين قالوا. اسف قطع الخط، رجاء إزالة الصوت، نزيد الصوت حتى تمكن السادة المشاهدين من إسماع صوتهم. عفوا على المقاطعة شيخ. نعم، ومن أسباب تقوية الحفظ القرآن الكريم هي التدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأنا أضع يعني برامج لجميع القراء ولا سيما أضعه لنفسي أنا بنفسي من ألا نضيع تلاوة القرآن الكريم، لأن عدم التلاوة هي النسيان. يعني التعهد بالقرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذن هو سرعان ما ينساه الإنسان، سرعان ما يخرج من الذهن. الملازمة التلاوة لهذا الكتاب هي سبب إقامة هذا الكتاب في الذهن. وأنا أعد لكم برنامج أنه ينبغي لكل حافظ للقرآن الكريم
أن يقرأ على الأقل يوميا خمسة أجزاء يوميا. خمسة أجزاء يعني عشرة أحزاب. عشرة أحزاب نعم. يعني هو ما يكلف بشيء، يعني هو لا يأخذ الوقت. أنت خذ دبر كل صلاة حزبان بالتجويد طبعا. بالتجويد نعم. أو تأخذ قبل صلاة حزب وبعد الصلاة حزب، هذا سيكتمل عليك يعني خمسة أجزاء يوميا. هذا إذا فعلته يكون القرآن عندك ذكر، أنت تذكر الله به آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى. ثم إنك ما شاء الله في قراءتك سوف يبقى هذا الحفظ قويا عندك، وبهذا تعيش مع القرآن. تعيش مع القرآن نعم. كرمك الله، إنها يعني حقيقة خطة عملية قابلة للتطبيق مع العزم ومع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان بعض السادة المشاهدين معي، تفضل. ألو. تفضل، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، نحن في الاستماع إليك. السلام. تفضل يا أخي. ألو. تفضل، نحن في الاستماع إليك، تفضل يا أخي. ابدأ من عند قل له يا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أيوة، أنا أقارب الشيخ أحمد. تفضل يا أخي. صوت. أنا مرعماني راشد. تفضلي أختي، تفضلي يا أختي، بأي قراءة أو بأي رواية ستقرأين؟ حافظ. تفضلي أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بارك الله فيك. حقيقة ماذا تقولون؟ الحقيقة الأخت غابو هي مجودة من أهل الأداء الكبار، ومشاركتها في هذا البرنامج واتصالها هو من باب إنعاشه معنا وليس من باب تصحيح تلاوة، ونشكرها ونتمنى أن يلتحق بها كل إن شاء الله من إن شاء الله. نعم، تكون قدوة ونموذج يحتذى به. قد نحن أيضا من باب حقيقة تشجيع الفتيات على هذا الإقبال ما شاء الله الملحوظ على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتجويدا، يا ليت يعني ننظم حلقة خاصة بالنساء حتى يكون في هذا المنبر معلمات لغيرهن من النساء والبنات. إذا سمعت هذه القراءة ماذا تقول؟ والله هي من اللواتي تجويدنا القرآن، وأيضا هي مشهورة بأداء جيد وأيضا قراءتها جيدة وصوتها أيضا إن شاء الله. أنا فقط أشجعها وأشجع أيضا الفتيات التي لم تكن لها أيضا الحظ في أداء القرآن الكريم. إن شاء الله يقتدينا بها. يقتدينا بها. حضر الصلاة، عندك شيء تقوله فيها؟ أنا عندي أشكرها جدا على هذه التلاوة المباركة والطيبة، نفع الله بها. أبو محمد، عندك شيء تقوله؟
عندي قرانة تبارك الله غدوة انها قارئة جيدة تبارا عن جميع القراء اداء جيد قارئة جيدة ان شاء الله. إذن لا أدري هل نتوقف هنا أم نستقبل بعض السادة المشاهدين؟ تفضل تفضل يا أخي نحن في الاستماع إليك. تفضل يا أخي نحن في الاستماع إليك. تفضل ابتعد قليلا من الجهاز. شوفي عن قضية الوقف انتبه تكلم له الأمر طيب بارك الله فيك حقيقة رجاء من الأخوة الفنانين انتبهوا إلى كتابة الاسم على الشاشة إذا نعود إليكم بعد قليل إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بارك الله فيك. حقيقة نتابع، نحن كنا سنطلب منك أنت كان يقرأ معنا، تفضل. نعم الشيخ الذي كان يقرأ عنده بعض الأخطاء التي يمكنه أن يتداركها، مثل مخارج الحروف، عنده يعني نقص في المخارج والصفات، وعنده نقص ربما أكبر من ذلك في الوقف والابتداء. فهو قرأ من قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وجمع أيضا بين الروايتين بمناسبة، فقرأ بالخيرات وبعد ذلك قرأ برواية ورش، يعني غلظ الراء فيه. نعم. وإن ربنا لغفور شكور، فصلها هكذا، قال إن ربنا، وقف ثم قال لغفور شكور، والمبتدا والخبر لا يفصل بينهما يعني، وهكذا. من الوقف المنهي عنه، من الوقف المنهي عنه، يعني إن ربنا لم ينتهي الكلام، الخبر ما هو؟ لغفور شكور، وهكذا. يمكنه أن نعم، الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. وبالتالي ما دام هو الجزء المتم الفائدة، معناه أن من وقف قبل الخبر لم يتم الفائدة. وهذا حق يرجعنا إلى أهمية التدبر الذي أشار إليه. أيضا إلى أهمية التدبر ومعرفة النحو. لديك توجيهات أمام القراءة للسان؟ والله كما لاحظ الشيخ، أنا أيضا لاحظ متذلك في الوقف والابتداء، هو الذي أحلنا دار المقامة من فضله، كان عليه أن يقول من فضله، لكنه قال من فضله وبعدين لم يتوقف، كأنه يريد أن يوصله وتوقف. أيوة، ثم توقف، قال من فضله، إيش هذا من فضله؟ إذا كنت واقفا، العرب لا يقف على الحركة، إنما نقف على الساكن. نعم ساكن. نعم نعم. عندك شيخ درسته بداية فمنهم ظالم لنفسه، زاد المد فيها، والمد فيها طبيعي، منهم ظالم لنفسه، فهو قال ظالم لنفسه. وجنات عدن، وقال أسرع بالغنة أسرع فيها، فقال جنات عدن، كان عليها يقول جنات عدن. العموم الوقف الابتداء هذا ما يفترق فيه القراء، فعلي رضي الله عنه فسر الله تعالى واتي القرآن ترتيلا بأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن معرفة الوقوف ينبع عن فهم القارئ لكتاب الله تعالى. لكن هو ما شاء الله عنده مستقبل، عنده لعل بعض السادة المشاهدين معنا، لا أدري، معنا بعض السادة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضلي يا أختي. نعم تفضلي، نحن في الاستماع إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا
بارك الله فيك جمال. أيضا جميلة من حقيقة من القارئات الفضليات اللي يتصلن بهذا البرنامج. ماذا تقولون؟ هذه تلاوة جيدة أيضا وبصوت ينبئ عن ثقة صاحب القراءة من قراءته، لكن قال فإنها محرمة على الراء المشدد دوما ينجذب للتكرير، وهو إذا شددته كثير أيضا، وبالتالي عندما نشدد الراء ينبغي أن نحاول أن نحبس من ذلك التكرير الذي يقع فيه، وبالتالي نقول قال فإنها محرمة ولا نقول محرمة هكذا، هذا التكرير منهي عنه. نعم طيب بارك الله فيك. نعم شميش. لاحظت في تلاوته أيضا قالوا يا موسى، هو عن طريق ورش، الإمالة عندنا التقليل وليس يعني بين بين يعني. وبين وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين، يعني ينبغي أن نحافظ وأن نراجع أيضا هذه الإمالة جيدا. أنا أرى دائما أسمع الأخطاء في هذه الإمالة، الإمالة الكبرى ليس إلا لحمزة ولا لكسائي، أما ورش فهو يقلل، تقول قالوا يا موسى إنا لن ندخل، لا تقول يا موسى لا نعم. هذا يكون نعم. وقلنا أكثر من مرة أن الإمالة الكبرى عند ورش في موقع واحد وهو طاهي، قلنا أكثر من مرة في هذا موقع عند فندرستان. تسأل الله تلاوة جيدة، لكن مخارج الحروف مفرقة حسب، فمنها ما يأخذ من الرقبة منها ما يأخذ من الحنك، فالقارية كثيرا ما تخرج المخارج من الأنف، والأنف فقط يخرج منه الغنة المشددة في الميم والنون، فعليه تنتبه لذلك. كذلك إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا الفاء فيها صفته مهموسة، فمن الجزري قال مهموسها فحثه، فهي تقول فاء، فهي قرأت تقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فتطلق مع الفاء نفس هواء. إذا محمد عندك شيء؟ بارك الله قارئ جيدا، أنا أحسبها من الذين يتلونه حق تلاوته، بارك الله بها، هي كالأخت السابقة لكن عندها أخطاء يمكن أن تتغلب عليها، كما قال الشيخ محرمة، يمكن أن تكون لا بد من تعرض هذا الخطأ للشيخ لكي نعم لكي يصح لها. نعم بارك الله فيك. إذا لا بد أن السادة المشاهدين يشتاقون إلى أن نتقدم قليلا في التلاوة، تفضل سالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من
الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق الله العظيم بارك الله فيك تفضل تفضل استاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بارك الله فيك ونعند أتلو عليهم يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم تفضل يا أخي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير بارك الله فيك محمد حقتنا عندنا عنصر يمكن أن نتابعه ثم نعلق عليه عنصر تسجيله للبرنامج واتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما
من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. الله فيك وزاد حرص هؤلاء الشباب جميعا على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. أراك سجلت بعض اللحظات سالف. هذه تلاوة جيدة لكن لا تخلو من بعض الملاحظات، منها مثلا وآتيناه من كل شيء سببا، المد الذي بعد الهمزة ينبغي أن لا يكون من شكل المد الغليظ، وقال هكذا وآتيناه، ما ينبغي هكذا. نحن عندنا نوعين من المد، هناك مد يمد حرفا من حروف الاستعلاء أو من حروف الإطباق أو من حروف من الحروف التي تعرف بالحروف الكبيرة، مثلا مد الطامة والصاخة، هذا المد كما أن الحرف الذي قبله مستعل ومن حروف الإطباق هو يأخذ نفس الصفة، تقول الطامة الصاخة، لكن إذا كان مد جاء مثلا أو شاء لا نقول جاء ولا نقول شاء، لا نقول جاء وشاء، وكذلك نقول آتيناه ولا نقول آتنا. ثم في عين حمئة هناك تنوين قبل حرف من حروف الحلق هو مظهر، عرض هذا الحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، إذا كان قبل حروف الحلق يكون الإظهار. ثم من الملاحظات وإما أن تتخذ، هناك كأن النفس عنده انتهى ومع ذلك لم يقف، إذن هو يخصه نوع من التوزيع من توزيع النفس داخل القراءة لكي لا يعدم النفس خلال القراءة. ثم كذلك ملاحظة في القلقلة، حتى إذا بلغ مطلع هذا طاء ساكن وهو من حروف قطب جد وهي حروف القلقلة قطب جد، الطاء الساكن مطلع، وكذلك كلمة أحطنا هناك قلقلة كبيرة هكذا. بارك الله فيك سارك على هذه التوجيهات والملاحظات اللي إن شاء الله نحن نستفيد منها جميعا، وكان بودي أن نسمع من حقيقة قرائنا وأن استمع مجددا إلى تلاوتهم، لكن يبدو أن الوقت لا يرحم. لقد وجدت اليوم أمام قراء شباب ما شاء الله كلهم ما شاء الله أفضل من الآخر ما شاء الله صوتا وأداء، القارئ السالك للشيخ حقيقة نهنئك بمناسبة نجاحك وشكرا لك على حضورك معنا، وأيضا محمد الوصلاه للطلبة أيضا شكرا لك يا أخي، ومسيرة ميمونة على درب القرآن، وقارئنا الجميل الصوت الجميل إجمال كان شكرا لك يا أخي على حضورك معنا، وأيضا صاحب النغمة الموريتانية والإيقاع الذي عهدناه على أرض الوطن محمد المرابط، شكرا لك على المشاركة. إلى أن يضمنا لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.